أحبتي المشاهدين، لقائنا يتجدد معكم وفقرة جديدة من فقرات روائع الإنجيل. واليوم حنتناول موضوع اليهود يوم قالوا للمسيح: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. تعالوا سوا نسمع هذه الآيات من كلمة الرب. كلمة الرب تقول: وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون؟ الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. كما قلت لكم: خرافي تسمع صوتي ونعرفها فتتبعني، ونعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطف أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. يوحنا 10 الآيات 22 إلى 30. أحبتي في المسيح، أولا خلنا نشوف الخلفية التاريخية لعيد التجديد أو عيد الحنوكة بالعبري، وله اسم ثاني هو عيد الأنوار. هذا العيد بدأ اليهود يحتفلون به عام 164 قبل الميلاد، يوم جاء واحد رجال يقال له يهوذا المكابي، وهو وخويانه قاموا بطرد واحد وثني اسمه أنطيوخس، كان قد استعمر أورشليم ونجس الهيكل وذبح فيه الخنزير. وزي ما حنا عارفين أنه الخنزير نجس عند اليهود، اليهود يوم سألوا المسيح هذا السؤال كانوا في وقت عيد التجديد عيد الأنوار، وقالوا له: هل أنت هو المسيح؟ يعني هم يحسبون أن المسيح بيجي وبيحررهم من المستعمر الروماني. السؤال يحتاج جواب من اثنين، يا إيوة يا لا، لكن كانوا يبوا يورطون المسيح. لو قال إيوة كانوا حيتهموه بالتجديف يعني الكفر، ويقولون عليه كافر ويقومون عليه الحد، ولو قال لا خلاص هو مش المسيح وتنتهي القصة. هم سألوا المسيح: من أنت؟ حسب يوحنا 8:25، والمسيح قد قالها صراحة في السابق. وهم بعد هنا يأكد على قوله بناء بأنه هو المسيح ويعطيهم البرهان. المسيح قال لهم: قلت لكم لستم تؤمنون؟ ليش هم مش عارفين أنه النبوءة أيام موسى تقول: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من أخوتك مثلي له تسمعون؟ تثنية 18:15، يعني تسمعوا اللي يقولوا لكم، وبشهادتهم هم أنفسهم أنه أقوال المسيح عظيمة ما لها مثل. واستغرب الكتبة من تعاليمه حسب مرقس 1:22، والجمع تعجب من كلمات النعمة الخارجة من فم يسوع حسب لوقا 4:22، والحرمة اللي من شدة إعجابها بكلام المسيح قالت له: طوبى للبطن اللي حمل بك والثديين اللي أرضعنك حسب لوقا 11:27. هذا من ناحية الكلام، والفعل هم بعد المسيح قولوا فعل. المسيح قال لهم: إذا ما أمنتم بي فأمنوا بالأعمال اللي أنا أعملها باسم أبي. وش هي أعمال المسيح؟ كان المسيح يشفي المرضى ويفتح عيون العميان ويقوم الموتى من قبورهم ويغفر الذنوب. أحبتي المشاهدين، في بداية يوحنا الإصحاح 10 كان المسيح يتكلم عن نفسه أنه الراعي الصالح، وكيف أنه المؤمنين يشبههم بالخراف، وراعي الحلال زي ما انتوا عارفين يدافع عن الخراف بنفسه مش مثل الراعي الأجير، لكن هو المسيح الراعي الحقيقي. ولما سأل اليهود المسيح عن شخصه الكريم وجاوبهم، تلاقيه رجعهم للمسار الصحيح اللي بدأ حديثه به. فرجع وأكد وقال لهم أن خرافة تسمع صوته وتعرفه وتتبعه. مهم جدا أخويا في المسيح أن تعرف أن دعوة المسيح مفتوحة للجميع، وهو الآن يسمعك صوته ويقول لك اتبعني. ربنا مش بيدعو ناس دون آخرين، ولكن الكل مدعو ما دام أنت تسمع هذا الكلام الآن. فمن الواضح أنه اليوم هو دورك في تلقي الدعوة المقدسة من الرب يسوع المسيح شخصيا، علشان تتبعه وتمشي على خطاه وتتخذه قدوة حسنة، ويغفر لك ذنبك وتخلص وتكون معه في الملكوت. أشجعك أن تسمع صوت الرب بوضوح الآن وتستجيب، وتكون كل أيام حياتك بركة وفرح، والآخر هم بعد من نصيبك بالمسيح يسوع. آمين.